ما معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد؟ في زيادة في الحديث: ليس على عاتقه منه شيء. فكان أحيانا الشخص يأتي بثوب واحد يلف على جسمه، فممكن يركع أو يسجد ويسقط الثوب ومن ثم تنكشف العورة، وإلا فالصلاة في الثوب الواحد جائزة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو كلكم له ثوبان؟ والله أعلم.